أنا كل مرة زي ما عودتكم إني لما أجي أحط أي ماسك لشعري، سواء الحين بحط صدر أو ماسك الفواكه، أي شيء أي شيء حق الشعر، لازم أغسل شعري قبل، حتى لو نظيف أو شيء أحسه، لا والله صراحة أغسله. والسبب إنه يستفيد شعري مرة أكثر، تروح لكريمات، لأن أنا لما أطلع من الشاور أحط سيروم، أحط كريم كذا، فيكون الشعر عليه تراكمات، فأنظفه أو أستخدم منقي للشعر قبل ما أحط الماسكات. النتيجة مرة أحلى ومرة فرق، وأحط على شعر رطب مو شعر جاف. أنا صدري هذا هو ما غيره، حق سنو وايت من سنين. اللي تسألني جفف الشعر، شوفي بقول لك شيء، ما يجفف نهائيا ولو واحد. شفتي واحد؟ تدروني أستخدمه كمرطب أصلا، ماسك ترطيب للشعر. ليش؟ مليان زيوت بزبدة، ونظيف نظيف نظيف، أنظف شيء في الحياة، ودائما مخلص. يعني للأمانة مو دائما موجود، حتى بتوفر عندها في المتجر. فشوفوا هذا، بس ضايفة عليه موية البصل والثوم، وهذا هو قوامه. شوفوا كيف استكي مرة كأنه ماسك. شوفوا شوفوا كيف استكي. فلما أغسل شعري، شعري مليان ترطيب، متشبع متشبع. والفروتي أحط الزنجبيل أعقمها. بنات شوفوا، هو يجي سايل كذا، اصلا هو كذا سايل، بس اخف من اثقل من كذا بشوي. انتي بس تضيفين مويه مغلي البصل والثوم، واصلا مغلي البصل والثوم ما في ريحه، لكن فوائده مو طبيعيه للشعر. انا خلصت الماسك من شعري اللي هو الصدر. تحطين على كل شعرك اللي تو تسال انه بس الفروه؟ لا طبعا، فروتك تتأكدين كلها جاهزة صدر، بعدين على كل الشعر والأطراف، وتحطين كمية، يعني مو تحطين نقطة. لما تخلصين خلاص، خلصتي الحين بتتحممين. كيف أنا غسلة؟ النوعية في الصدر هذه مو جافة، يعني مثلا عشان ايش قصدي مو جافة؟ يعني ما أقعد سنة أغسل شعري عشان الصدر يطلع من شعري. قلت لكم مرة رطب ومليان زبدة وزيوت، عرفتوا؟ فعلى طول احط المويه، قوه دفعها تكون عاليه. فأسولف لكم كذا عنه احسن واروق. لما تكون قوه الدفع حقت المويه مره عاليه، احطها على راسي لما ينزل الصدر كله. بعدها احط بلسم على كل شعري، وامشطه بفرشه ناتشورال تاتش الورديه، مو بالخضرة، لا الورديه، لان في فرق. لما تحممي الخضرة شوي أحسها أي، بس الوردية مرة سهلة تطلع الصدر من الشعر بدون ما تقطعه. لما خلاص يطلع الصدر من الشعر وأنا حاطة الماسك، أحط الشامبو على الفروة ويجي على كل الشعر، أوكي؟ بعدها أرجع أحط بس على الأطراف شوي بلسم. وفي بنات ما يحتاجون، بس أنا شعري نوعيته كيرلي جاف، أوكي؟ فخلاص كذا أنا خلاص طلع من شعري الصدر تماماً. يبقى الحين انتي خلصتي غسلتي كل شيء، نجي عند السيروم. هذا السيروم شوفوا تقييمي له مو 10 من 10، اكثر اذا في رقم اكثر من 10 من 10 اقيمه اياها. شفتوا الزبده حقت الشعر اللي من فتره اصور لكم اياها، اقول لكم احلى انواع ماسكات ترطيب الشعر الزبده، ترى انا اللي مقترحتها لها، وهي دائما تقول هالشيء، وانا اللي قالت لها والله يا بنات تسوي لي اياها مثل ما ابي واحسن. يعني مثلا شيء عاجبني اقول لها ابغى كذا وكذا وكذا وحطي كذا، وهي طبعا تسويها بتركيبتها، هي اللي دارسها مو انا اللي دارسها، بس اعطيها مثلا ايش ابغى. فهمتوا علي؟ الزبده وهذا السيروم، هذا السيروم ما في سيليكون، ما في بيرابين، ما في اي شيء ممكن يضر الشعر، كله فيتامينز. والنتيجه شو الفائده؟ شعرك رطب الحين توك طالعه من الشاور، تاخذين 3 نقط بس، ما تكثرين. اذا انت تبغين شعرك ما يدهن، تبين تستشورين شعرك، تبين تسوين يعني عادي، تنطلقين بس 3 نقط، ما تكثرين اكثر. تبدين من تحت تحطين على شعرك وهو مبلل، والبقايا عادي تجي على فروه الراس، لان اصلا ارقان وزين وفيتامينز، كلها فيتامينز وما يدهن. يعني اذا شعرك مره مره دهني، حطي نقطتين مثلا، جربي يا نقطتين يا 3.
على حسب نوعية شعرك. بنات والله بتدعوا لي كيف النفشة ما في، قسما بالله ما في، شعري يلمع كذا اللمعة الحلوة، حتى خواتي يشاهد اختي من لما استخدمته تقولي ما شاء الله صاير شعرك مرة بزيادة يلمع، اقولها والله من السيروم. نقطة بنات ما تكثرين، بعد تحطينه واستشورين او تحطينه عادي وشعرك رطب، انه بس تخلينه كذا ناتشرال. ركزوا، السيروم عضوي طبيعي 100%، ما في اي اضافات، اي اضافات يعني مثلا انها ممكن تضر شعرك. طيب اذا بتستشورين وانت شعرك يدهن شو تسوين؟ انت جربي. هو يعني شلون اقول لك، مثلا انا شعري لما احط عليه منتجات ما يدهن على طول، فكل واحدة يختلف. في بنت لو تحط اي شيء بسرعة يدهن، ممكن نقطة واحدة تكفيها، فهمتش قصدي؟ وتركزين دائما على الاطراف البقايا اللي في يدك تطلعينها فوق على الفروة. في نقطة مهمة انا بعد هذه بقولها، انتي مالك خلق تحطين ماسك، تبين شيء على السريع تقدرين تستخدمينه ماسك قبل الحمام قبل الشاور، تحطين كم نقطة على شعرك تمسحينه تخلينه 3 ساعات بعدها تغسلين شعرك، يجي على الفروة يجي على الفروة عادي، لأنه أصلا كله فيتامينز. فهذا السيروم مع الزبدة، بس الزبدة أنا ما أدري إذا موجودة ولا لا، من أحلى أحلى الأشياء اللي ممكن تجربونها للشعر. أحب سنوية الله يدخلك الجنة، قولي آمين، كثر ما غيرتي شعري 180 درجة والله. شوف حق هالمطر ادعي لك من قلبي، الله يسعدك ويرزقك ويفتحها عليك، كثر ما حليتي مشاكل كثيره كثيره كثيره، والمصداقيه حطي تحتها 1,000,000 خط. بنات الفرق اللي امس كتبوا لي ايش فرق حق سنو وايت عن اورمانا، مره غير مره غير، هذاك حق النفشه، حق الشعر يكون فيه لمعه، يكون صحي مو مقصف، يهجد الشعر قبل استشوار، عرفتوا هذه الاشياء. حق أرمانة غير، هذا حق تنبيت، حق بيبي هير تستخدمينه مع الديرما، عرفتي تسوين شعرك ديرما وتحطينه على الفروة مع مساج، بدون ديرما نفس الشيء كويس. بس صراحة بنات ما في مقارنة ولا 1%، إذا كان مع ديرما، مع ديرما كل شيء يجنن يجنن، تحسين أصلا مرة أسرع النتيجة، ما في ما في ابدا مقارنه. طبعا اورمانا بنات اللي تحب الاشياء الطبيعيه، يعني ما فيها مينوكسيديل، ما فيها اشياء فهمتوا علي انها طبيه وزي كذا، لا هذه اشياء طبيعيه زيوت. ثاني بعد دائما اسال عنه، تحطينه يوميا؟ عادي والله احطه 3 ايام، يعني تعرفين مو الادويه اللي تخافين يوم ما تحطينه، ان مثلا المينوكسيديل هذه الاشياء لازم كل يوم، هذا مثلا يوم ما تحطينه عادي، اليوم الثالث عادي تسوين، مو انه لازم كل يوم، تبين كل يوم تبين يومين، بس افضل شيء 3 مرات في الاسبوع مو اقل صراحه. مثلا مره مع ديرما والايام المرات الثانيه بدون ديرما. كم علبه تستخدمين؟ ترى انا مره مخلصه علب كثير، يعني الحين انا داخله على السنه وشوي مع الأرمانة هذا حق الشعر. ينحط على الحواجب، السؤال هذا اللي دائما يسالوني بعد، اي نفسه ينحط على الحواجب، برموش للأمانة ما جربت نهائي وما أحب أجرب، إذا دام النقال للشعر بس أحطه على حواجبي وأحطه على الفروة نفسها. بعد بقول لكم إياها مرة مهمة للشعور الدهنية، دائما يخافون يستخدمون أشياء زي كذا إن شعرها يدهن. شفتي لو تحطينه وتسشورين مباشرة ما في أي نقطة دهن على فروة رأسك، ينشف كأنه هو جل كأنه موية، والله العظيم إنه مرة مرة ما يزيت أبدا. طب يسوي قشرة؟ أبدا ما راح تسوي قشرة، يعني لأن يمكن أنا دائما أنظف فروة رأسي وزي كذا. هل إنه مرة كويس؟ أكيد لو مو كويس أنا ما راح أستمر عليه سنة وشوي، بس يبغى له طولة بال، يبغى له ديرما، وبالنهاية طبيعي يعني لما يطلع الشعر ما أخاف لما أوقف شعري يرجع يطيح اللي سويته، فهمتوا عليه؟